ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020، استضاف العين الإماراتي فريق النصر السعودي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. الدقائق الأولى من المباراة شهدت هجمات لنادي العين بقيادة مهاجمه اللعبة الذي انفرد بالحارس جونز، ولكنها انتهت بجانب القائم الأيسر. وتوالت هجمات فريق العين خصوصا من الجهة اليسرى النصراوية التي استغل المهاجم العيناوي لابا خطأ المدافع النصراوي نايف الماس ليمررها لعمر ياسين الذي أودعها بالشباك النصراوية، وهدف أول للعين. قبل نهاية الشوط الأول كاد حمد الله أن يسجل هدف التعديل في أكثر من محاولة، ولكنها كانت خارج الشباك. وفي الشوط الثاني تحديدا وفي الدقيقة 56 النصر يتحصل على خطأ، وكالعادة خلف كل هدف نصراوي يتواجد نور الدين مرابط الذي عرضها ليلدغها مختار علي في الشباك، وهدف التعادل للنصر. الهجمات توالت بين الفريقين وسط تألق الحارس النصراوي جونز في التصدي لها ووسط ثبات الدفاعات العينوية. وقبل نهاية المباراة حمد الله يخطف الكرة من الحارس خالد عيسى الذي لم يتعامل معها بالشكل المطلوب ليودعها ذكية في الشباك، ويعلن الهدف الثاني للنصر، ومعه انتهى اللقاء بانتصار النصر بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد النصر إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما العين برصيد خالي من النقاط في المركز الأخير.